الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمثل هذه المناسبات يفتتح الإنسان حديثه بكلام الله. يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. هذه هي الدنيا، وهذه هي نهاية مطاف الإنسان. ولد الإنسان لرسالة، وأعطي من أجلها عمرا محدودا، فإذا انتهى أجله فاضت روحه إلى بارئها، وظل عمله مسجلا إما له وإما عليه. كل حي مهما كان شأنه، غنيا كان أم فقيرا، عالما أم جاهلا، وجيها أم من دون وجاهة، طريقه إلى الموت. وسيأتي اليوم الذي تنتهي فيه الحياة، فلا يبقى على هذه الأرض إنسان أو كائن حي. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن هناك أمر مهم يا إخواني، الإنسان بموته يفقد بدرجة عطائه في الحياة. يعني حينما يفقد إنسان بسيط لا يلحظ أثره، كما هو الحال حينما يفقد مثلا رجل ذو علم، أو رجل ذو تأثير في مجتمعه، أو رجل صاحب سخاء، ولا سيما العالم، لأن له من الله شأن آخر. الناس مأمورون بعبادة الله، والعبادة لا تكون على جهل، فلا بد من العلم، والعلماء هم من يتولون مهمة إفهام الناس طريق العبادة إلى الله، ولذلك للعالم مكانة كبيرة بين قومه وعلى هذه البسيطة. حتى ورد: لموت قبيلة أهون عند الله من موت عالم. ربما هذا الكلام يثير مفاجأتكم، والحقيقة الواقع يؤكد هذا، لأن العالم بعلمه يستنير أهل القبيلة، فإذا لم يكن للقبيلة عالم قد تزل القدم بالقبيلة، فتبدأ المعاصي ثم تنتهي والعياذ بالله بالإشراك بالله. يغوث ويعوق ونصر الذين ورد ذكرهم في سورة نوح كانوا علماء بين قومهم، كانوا صالحين، ولكنهم لما ماتوا وحزن الناس عليهم ولم يبقى عند الناس عالم، تدرجوا شيئا فشيئا، بل واستدرجوا من قبل الشيطان، فوصلوا والعياذ بالله إلى أن صاروا قوما مشركين يعبدون هؤلاء العلماء ويجعلون منهم أندادا لله عز وجل. لذلك موت العالم خطير، وأحيانا إذا كثر الموت في العلماء فهذا نذير بشر مستطير،
لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم أو لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكنه ينتزعه بقبض العلماء. فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا تأتي الأهمية في هذه المناسبة وفي هذا المقام. فالذي فقدناه رجل من أهل العلم، قضى ما يقرب من 90 سنة في ميدان العلم، أستاذا جامعيا ومدرسا للعلوم الشرعية ومفتيا وصاحب مصنفات، فالحق أن خسارته كبيرة ولا تعوض، ولكن هذه سنة الله، يموت الناس جميعا، عالمهم وجاهلهم، كبيرهم وصغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا بالرحمة والرضوان، وأن يسكنه فسيح الجنان. سأترككم بعد قليل مع كلمة تتحدث عن هذا الرجل وعن مناقبه، لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أقدم لكم شكري باسمي وباسم الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين، وعلى رأسها السيد الأمين العام. لكم منا كل الشكر على هذه المشاركة في المناسبة، وعلى تجشمكم وعناء الحضور رغم قساوة الأجواء وبرودتها. فبارك الله فيكم جميعا ورحم موتاكم، ولا أراكم في حياتكم مكروها.